نكمل يا جماعة بقى موضوعنا عن الدنسيتي، نكمل كده نشوف. يبقى عرفنا اليونت بتاعت الدنسيتي جرام بير كيوبيك سنتيمتر، وعرفنا جت منين، لان يعني الميجرنج يونت بتاعت الماس هي الجرام، والميجرنج يونت بتاعت الفوليوم هي الكيوبيك سنتيمتر، فاليونت بتاعتنا هي عبارة عن جرام بير كيوبيك سنتيمتر. تمام جدا. What is meant about؟ ماذا يقصد بي؟ بإيه يا سيدي؟ The density of water is 1 gram per cubic centimeter. خلي بالكم لما أجي أقرأها يا جماعة كده، مش تبقى إيه؟ 1 gram، الشرطة دي هي عبارة عن بتتنطق بير. بير يعني لكل. 1 gram بير يعني جرام بير كيوبيك سنتيمتر. 1 جرام لكل واحد كيوبيك سنتيمتر. تمام. تعال وات مينت باي، طبعا انا باختصار هقوم رايح على الديفينيشن، هروح على التعريف ذات سمين، وامسك التعريف بتاعه واقول معناها ذات سمين ذات ذا ماس اوف 1 كيو، شوف بص بص الماس اوف 1 كيوبيك سنتيمتر، وده تعريف يا جماعه الدنسيتي. الماس اوف 1 كيوبيك سنتيمتر اوف ووتر از 1 جرام. الله، طب ما قلتش 1 جرام بير ليه؟ لان انا بتكلم على الماس، ده معناها الماس فكيتها انا، فكيت انا يا جماعه الدنسيتي الى ماس وفوليوم، يبقى الماس بتاعت 1 كيوبيك سنتيمتر از 1 جرام. ده وات مينت باي، طبعا ده يتحفظ. نوت، تعالى بقى نشوف ايه الفكره دي. The density of matter is fixed value. اه اهي بص يا شريف بيقول لك ايه؟ الدنس بتاعت اي ماتر از فيكسد فاليو، ثابته. يعني لما اقول لك الدنس بتاعت الاير ثابته، سواء كيلو اير الدنس بتاعتها ثابته، سواء 1 طن اوف اير نفس الدنستي. ما تقولش يا سيد اصل الماس زادت، طب ما الماس بتزيد بتزيد معاها الفوليوم، ويبقى النسبه بينهم برضو مقدار ثابت. يعني عايز يقول لي هنا ان الدنسيتي بتاعت اي مادة في الدنيا بتبقى لها 1 دنسيتي. يعني لما اقول لك الجولد له دنسيتي ثابته بيه خاصه بيه بس خلاص انتهت. طب يعني جرام جولد الدنسيتي بتاعته زي كيلو جولد، مش فارقه. واحد يقول لك ازاي يا سير مش انت الماس بتزيد اهي؟ ايوه الماس بتزيد، وبتزيد معاها في نفس الوقت الفوليوم، ويبقى الريش بينهم دايما كونستانت. فور اكزامبل ذا ديسي اوف كيوب اوف كوبر، شوف يا جماعه هنا واحد كيوب عباره عن كام؟ 2 كيوبيك سنتيمتر. الديسي بتاعت هذا كيوب كوبر هوز فوليوم 2 كيوبيك سنتيمتر از ذا سيم ديستي اوف انذر كيوب اوف كوبر، الفوليوم بتاعه 10 كيوبيك سنتيمتر. يبقى يا جماعه مش فارق معايا لا الماس ولا الفوليوم. يعني ما تقولش كيلو حديد الدنسيتي بتاعتها تبقى اكتر من جرام حديد، لا. ما دام الاثنين اسمها اير نفس الماده، يبقى لازم تكون الدنسيتي بتاعتها ثابته مهما اختلفت الماس مهما اختلفت الفوليوم. What happened when decreasing the volume of body to half، قللت الفوليوم للنص. According to the density، طب يا سير ما انت لما تقلل الفوليوم نص يا جماعه هتقل معاها الماس، وبالتالي الدنستي ريمين كونستانت. ما انت ما احنا اتفقنا خلاص بقى ما فيش حاجه اسمها اليمنت عنده اكتر من دنستي. يبقى لو انا جبت قطعه حديد مقدارها مثلا الفوليوم بتاعها مثلا ايه 20 كيوبيك سنتيمتر، وجيت احسب الدنستي بتاعتها طلعت 78 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، لو انا قللت الفوليوم بعد ما كانت 20 خليتها 10 هيبقى لها نفس الدنستي، خليتها 5 لها نفس الدنستي، يبقى الدنستي يا جماعه ثابته. يبقى هنا معناها the density remain constant. Why? Because the density is constant لل same material، نفس الماده. Each substance has its own density، طبعا كل ماده لها its own density، الكثافه الخاصه بيها.
There aren't two substances that have the same. شوف بص بقى يا شريف، اهو بص يا شريف. There aren't two substances, لا يوجد مادتين that have the same density. لهم نفس الدنستي. ما فيش مادتين لهم نفس الكثافة. في اختلاف الكثافة من element لelement تاني. الحتتين دول very important. وال give reason بتاعهم. وخلي بالك الانسر بتاعتهم هي حاجة واحدة. يعني إجابة السؤالين دي نفس الحاجة. جيبوا لك إيه هنا؟ Equal volume of different substances has different masses. لا، تعالى إيه؟ أفهمها لك دي لو سمحت. عندي يا جماعة تلات مواد. فلين مثلا كورك، وعندي وود، وعندي ايرن. وهجيب ايه بقى؟ هجيب 1 كيوبيك سنتيمتر كورك، 1 كيوبيك سنتيمتر وود، 1 كيوبيك سنتيمتر ايرن، واحسب الماس والماس والماس. شوف بص، ايكوال فوليوم، هما كلهم متشابهين في الفوليوم. ايكوال فوليوم of different substances، مواد مختلفة بس الفوليوم واحد. equal volume of different substances عندها ايه؟ different masses. يبقى نفس الفوليوم بس لازم يكون مواد مختلفة. equal volume of different substances عندها different masses. العكس صحيح بقى، تعال شوف العكس. جبت 10 جرام من كورك، تين جرام من الوود، واضح انها صغرت، تين جرام من الايرن، واضح انها صغرت اكتر. الله، هما خلي بالك هما لهم نفس الماس بس مختلفين في الفوليوم. تعالى بقى نروح لها بقى الحته بقى ايه في الكتاب. شوف، equal volume of different substances have different masses. هي فوليوم زي بعض بس عشان مختلفه، المواد مختلفه عندها masses مختلفه. الناحيه الثانيه، different masses equal masses of different substances has different volume. طب ده وده ليه؟ قال لي عشان حاجه واحده، due to difference in density بسبب الاختلاف في الدنستي الكثافة. يبقى السبب في ان الماس الثابتة لها different volume او الفوليوم الثابت له different masses، كل ده بسبب الاختلاف في الدنستي. طيب مروان، اتفضل يا مروان. ايه طب هو ليه في حاجة أقل من حاجة تانية؟ يعني الفرق إيه؟ الاستراكشر بتاع المادة نفسها، تركيب المادة. ما هو تركيب الجولد غير تركيب الأيرن، التركيب بتاع المادة من جوه. يعني مثلا لما تيجي يعني مثلا إيه، ليه الموبايل مختلف عن الـ 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 البشورة؟ ما هو تركيب المادة نفسها مختلف، فده اللي بيخلي المادة أتقل أو أصغر أو أقل. وده سببه إيه؟ سببه اختلاف الماس والفوليوم. اوكي ماشي. اوكي يا حبيبي. ما مريم، اتفضلي يا مريم. ايه معلش بس يا اصل انا يعني اتلخبطت شويه، ان هو الماس والفوليوم، فانا منشيني بص يا مريم دلوقتي انا ايه، انا جبت مواد لها نفس الفوليوم. يعني ادي عندي مثلا نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 قد بعض في الفوليوم، صح كده؟ طيب المفروض يكونوا ايه يا مريم؟ واحد يقول لك ما دام قد بعض في الفوليوم اكيد قد بعض في الماس. لقيت الماس مختلف بالرغم ان هم ايكوال في الفوليوم. لما لقيتهم ايكوال في الفوليوم لاحظت ان هم مختلفين في الماس. ايه السبب؟ ايه السبب ان هم قد بعض في الفوليوم؟ يعني زاد مكعب حديد ومكعب خشب ومكعب كورك، المكعبات قد بعض بس ده لقيت الماس دي غير دي غير دي.
سببها الدنسيتي. لو عكست وجبت ماس قد بعض 10 جرام ذهب 10 جرام جولد سوري في كورك 10 جرام خشب، هو انت لما تروحي مثلا يا مريم تشتري قطنه تقول انا عايزه كيلو قطن، تلاقي كيلو قطن مدولك ايه ياما قوي، بلاش كده، روحي جيبي توميتوز تقول انا عايزه 2 كيلو توميتوز يا ست لو سمحت، تقول لك حاضر يا حبيبتي، تحط لك حته حديده، خلي بالك بقى، خلي بالك، حته حديده في كفه وطماطم طماطم طماطم في الكفه الثانيه، وتحط لك طماطم كتير في كيس. لما اجي اقارن بين الماس، الطماطم اللي انت اخدتيها الماس 2 كيلو جرام، الحديده اللي كانت في الكفه 2 كيلو جرام، الاثنين قد بعض في الماس دي 2 كيلو جرام. تعالى بقى لو جبت فلفل، يا نهار ابيض، الفلفل ده بقى ايه، ما اقولكيش بقى 2 كيلو فلفل يعمل لك كرم. ال 2 كيلو جرام حديد وال 2 كيلو جرام فلفل، الاثنين قد بعض في الماس، لكن قد بعض في الفوليوم؟ نو. الحديده ال 2 كيلو قد كده صغيره، لكن الكيسه مليانه فلفل. ايه السبب في ده كله؟ قال لك السبب في الدنستي، يعني الكثافه. المواد ديت مختلفه في الكثافه، فهو ده اللي مخليها مختلفه في الفوليوم لو كان لها نفس الماس، او في الماس لو كان لها نفس الفوليوم. تمام؟ نعم يا مروان. طب سيف، لو حاجه يعني ايه زي سكر او ملح حاجه زي كده، انا بقيس اللي هو بالحته الصغيره دي ولا بكمشه ولا بايه الفوليوم بتاعها؟ لا، الفوليوم بيتحط في ايه بقى؟ انا بضطر بحطها مثلا في اي كونتينر له فوليوم ثابت. يعني لما تيجي مثلا تجيب الرز او تجيب اللبن، اللبن لما تيجي تحسب 1 لتر اوف ميلك، الراجل عنده كده كوز او علبه كده، الفوليوم بتاعها 1 كيلو او الماس بتاعتها، بيقوم عاملها لك كده في اللبن حطها له وخلاص. فانا نفس القصه، انا عايز اجيب شوجر، بجيب مثلا كونتينر معين كده الفوليوم بتاعه مثلا 1 كيوبيك سنتيمتر، واحط فيه شجر لحد ما اقفله خلاص كده، ويبقى الحبه دولت 1 كيوبيك سنتيمتر. تمام؟ ماشي. طب سيف، اتفضل. هو انا يعني لما انا عاوز اقيس الدنسيتي بتاع حاجه زي الشجر وكده، لازم ليه اجيب البتاعه دي؟ لا، ما هو لازم، بص، علشان تجيب الدنسيتي بتاع اي ماده لازم تحسب الفوليوم ولازم تحسب الماس. الفوليوم بقى ازاي احسبه؟ في بقى كذا طريقه، يعني حسب الماتيريال اللي عندك، عشان كده هنقولها مع بعض. ولكن بالنسبه للشجر او السولت، الشجر والسولت عشان تحسب الفوليوم بتاعه لازم تحطه في كونتينر له فوليوم معين، لانها هنا بيبقى حبيبات، وعشان تحطه لازم يبقى باودر عشان ما يبقاش فيه فراغات بينه وبين بعض. ممكن تحط السكر كده تلاقي حبات سكر واقفه على حبات ثانيه عامله فراغ، يبقى انت كده مش حاسب الفوليوم صح. الفوليوم عشان احسبه صح لازم يكون باودر، وبعدين اقفله خالص كده عشان احسب الفوليوم بتاعه قد ايه. تمام، ماشي، اوكي. يلا نكمل يا جماعه بقيه الشغل بتاعنا، ننزل بده كده. الراجل هنا يبقى سبب لما يكونوا ايكوال في الفوليوم مختلفين في الماس، ولما يكونوا ايكوال في الماس مختلفين في الفوليوم، سببه ايه؟ ان هما due to the difference in their density، بسبب اختلاف في الدنستي. القانون بتاعي اللي احنا عملناه قلناه من شويه، الدنستي ايكوال الماس اوفر الفوليوم، الماس اوفر الفوليوم ديفايد على الفوليوم، اقدر اعمله بكذا شكل. لو انا عايز اجيب الماس يبقى الفوليوم باي الدنستي، عايز اجيب الفوليوم يبقى الماس اوفر الدنستي. يبقى انا عندي يا جماعه ثلاث قوانين في المثلث بتاعي، عندي الكبير هو الماس هو اللي فوق، الكبير هو الماس هو اللي فوق. يبقى لو عايز اجيب الماس يبقى الفي باي دي، اي حاجه من اللي تحت بقى سواء الفي او الدي، اي حاجه من اللي تحت ايكوال ايه؟ ام اوفر دي او ام اوفر في، حسب اللي انا محتاجه. هنقول بروبلمات مع بعض. يلا يا مريم هات بروبلم عشان انت قلتي عايزه بروبلم اهي. كالكوليت ذا دنسيتي اوف سبستانسز هوز ماس، شوف بص، ادي الراجل مديني الماس 35 جرام، والفوليوم كام؟ والفوليوم 25 كيوبيك سنتيمتر. طب ما هي مش مباشره خالص اهو. حاضر، شوف بقى،
يبقى density equal الماس over الفوليوم equal 35 اللي هي الماس over 25 اللي هي الفوليوم تطلع 1.4 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. وده عبارة عن الدنسيتي بتاعت هذا هذه السبستانس. تمام يا سير؟ كده الكلام جميل جدا. طيب نكمل. المرة دي بقى جاب لي ليكويد in an experiment for determining the density of the liquid, the following results are recorded. الراجل جاب لي عايز يحسب الدنسي بتاعت المية ماس الووتر. عمل ايه؟ طبعا انا لازم احسب حاجتين. لازم احسب الماس ولازم احسب الفوليوم. كفوليوم ما فيهاش مشكلة. ليه؟ لأن يا جماعة الليكويد عشان أحسب الفوليوم بتاعه كل اللي بعمله إن أنا بحطه في أي جراديويتد سلندر وأشوف كده وصل لحد فين الليكويد. أيوه وصل عند كذا كيوبيك سنتيمتر، يلا ده الفوليوم خلاص خلصت. يبقى أنا بالنسبة لي كفوليوم بتاع ليكويد سهلة، أحط هذا الليكويد في اي جراديويتد سلندر وبعد كده اشوف الليكويد وصل لحد فين، هو ده الفوليوم بتاعي. تمام؟ تمام يا سير. طيب بيقول لي ايه بقى؟ الراجل قال لي المشكله بقى في الماس. طبعا هحسب الماس بتاع الليكويد دي ازاي ان شاء الله بقى؟ اجيب الليكويد ده واكبه كده في البان بتاعه البالانس الكفه بتاعه الميزانه او حاطط كده الميه فيها الحاجه فيها. قال لك لا، وبعدين انت كده هتبوظ الدنيا. امال اعمل ايه؟ قال لي والله سيادتك هتجيب امبتي جلاس او امبتي سلندر او امبتي بوت اي حاجه فاضيه وتحسب الماس بتاعتها وهي فاضيه. وبعد كده تجيب الليكويد تحطه في هذه السلندر وتحسب الماس بتاعت الليكويد مع السلندر. يبقى انا عندي الماس بتاعت السلندر فاضيه والماس بتاعت السلندر وهي فيها الليكويد وماينس الاثنين من بعض يطلع لي الماس بتاعت هذا الليكويد كمان مره. دي يا جماعه احنا خدناها برضو في جريد 4 بس كانت في الفوليوم. تعال افكرك فيها. لما كنا بنقول انا عايز احسب الفوليوم بتاع الطوبه دي كنت بجيب الاول سلندر في ووتر عند حد معين واسميها في 1، احط هذه الستون الميه هتزيد عندي في 2، يبقى الفوليوم بتاع هذه الستون ايكوال في 2 ماينس في 1. نفس الكلام عندي هنا في الماس. الجلاس ده السلندر دي فاضيه 75 جرام، لما جيت احسب الماس بتاعته هي فيها الووتر لقيتها 150 جرام، يبقى الزياده في الماس هي الميه لانها هي فاضيه كانت عباره عن 75، لما حطيت فيها الليكويد لقيت الماس زادت، يبقى الزياده اللي حصلت سببها الووتر او هذا الليكويد. يبقى لو انا ماينص دول من بعض يديني الماس بتاع الليكويد. يلا نشوف الكلام ده كده في البروبلم. وبعدين قال الفوليوم بتاعها عباره عن 1 كيوبيك سنت اهو 100 كيوبيك سنتيمتر الماس في السلندر اهو. تعالى بقى نشوف الحل ايه. يبقى المفروض انا عشان اجيب الدنسيتي اجيب الماس واجيب الفوليوم. طب الراجل مديه الماس. خدها قاعده عندك بقى. يلا خد دي قاعده عندك. اي بروبلم فيها اتنين ماس، طب انا محتاج ماس واحده بس، انا القانون بتاع الجس ايكوال الماس اوفر الفوليوم، محتاج ماس واحده. اي بروبلم فيها اتنين ماس يلا ماينصهم وتطلع لك ماس واحده وهيكون مديك الفوليوم، يبقى الماس اوفر الفوليوم. طب اي بروبلم فيها اتنين فوليوم، اتنين فوليوم ماينصهم هيطلع لك فوليوم واحد، يلا اشتغل. يبقى هنا القاعده عندي بتقول ايه؟ انا عندي اتنين ماس
يبقى الماس بتاعتي ايكوال. طبعا يا جماعه الماس بتاعت الامبتي جلاس او الامبتي بيكر ده اسميه ام 1، واللي فيه الليكويد بسميه ام 2. يبقى عشان اجيب الماس بتاع الليكويد ايكوال ام 2 ماينس ام 1. ام 2 اللي هي الماس بتاعتي وفيها الليكويد، ام 1 الماس بتاعت السلندر فاضيه هتبقى ساوي 165 ماينس 75 ايكوال 6 جرام. يبقى انا كده ماينص الاثنين ماس طلعت لي ماس واحده. بقى عندي ماس وعندي فوليوم وانا 100 كيوبيك سنتيمتر، اقدر اجيب الدستي بتساوي 0.6 جرام بالكيوبيك سنتيمتر. طيب العكس بقى مع مين؟ مع السوليد اللي هي عندها الريجولار فوليوم، حجم غير ثابت بقى، اللي هي بقى ايه بنسميها الريجولار شيب، اشكالها غير منتظمه. الاشكال غير المنتظمه دي يا جماعه عشان احسب الفوليوم بتاعها استخدم الفكره بتاعت رابعه ابتدائي. اجيب سلندر زي ما قلنا فيه ليكويد معين واسميه في 1، واحط الاوبجكت اللي هو سبمرج بس يكون ايه انسوليبل. اوعى تحط بقى يا 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 مروان تحط سوري الشجر، تقولش بقى انا هجيب بقى شجر واحط زبون، لا الشجر سوليبل. يبقى لازم تكون الماده اللي سيادتك بتحسب الفوليوم بتاعها باستخدام الووتر تكون انسوليبل. insoluble يعني لا تذوب في الماء، تمام؟ يبقى هنا بيبقى عندي في 1 عندي في 2 ماينس، يطلع في 2 ماينس في 1 ويطلع عندي الفوليوم اللي هو 20. بقى عندي فوليوم والراجل مديلي ماس، يبقى هقول له الماس اوفر فوليوم واجيب الناس بتاعت هذا الليكويد. دي يا جماعه الفكره بتاعت البروبلم دي كلها، تمام؟ نيجي بس هقول بس الحته دي وخلاص، الاكتيف ده وخلاص، تمام؟ هو طبعا الراجل مديني هنا شويه حاجات اللي قلناها في الاول وحطها في الووتر، لا حاجات فلوت الاير طبعا، حاجات سينك الايرن نيل والميتاليك كوين سينك ان ووتر. عندي البيس اوف وود الكورك الايس الدروبس اوف اير دي كلها فلوت، يبقى عندي حاجات سينك، حاجات سينك تغوص، وحاجات فلوت، فلوت يعني تسبح او تطفو. طيب ليه دي فلوت وليه دي سينك؟ العلاقه عندي في الدستي، الحاجات يا جماعه اللي سينك الدستي بتاعتها هاير ذان، يبقى جيف ريزون ليه الميتاليك كوين سينك؟ ليه النيل سينك؟ اقول له بيكوز اتس دينستي هاير ذان، الدستي بتاعتها هاير دينستي، يبقى الميتاليك كوين which have higher density sink in water، يبقى الحاجات الماتيريال اللي عندها higher density sink، انما الحاجات اللي عندها lower density float. يبقى give reason ليه الميتاليك كوين sink because the metallic coin الدنسي بتاعتها higher than the density of water. ليه الwood float because the density of wood is lower than the density of water. ليه الاويل فلوت الدنسيتي بتاعتها lower than الووتر. ليه الايرن نيل سينك الدنسيتي بتاعتها lower than higher than. يبقى كل حاجات اللي الدنسيتي بتاعتها اكبر من الدنسيتي اوف ووتر سينك، كل حاجات اللي الدنسيتي بتاعتها lower than the density of water فلوت، تمام؟ طيب نسمع احمد، اتفضل يا احمد.